أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا معكم في هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد العفو الغفور في قرية صراوة مركز أشمون في محافظة المنوفية. نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر لمن كان سببا في هذا اللقاء، الأخ المكرم الزميل محمود حماد من قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والأخ المكرم الصحفي الأستاذ أحمد كامل الصحفي بجريدة ومجلة روز اليوسف. أسأل الله الكريم أن يجعل هذا الصرح الإيمانية في ميزان حسنات كل من ساهم فيه. وأقول لأهل هذا الحي: من الله عليكم بهذا البيت العامر، فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا التعامل مع هذا البيت، وأول ما يكون عمارة المسجد بالمصلين. فإن الإنسان لا يحزن حينما يرى في بعض الأوقات الإمام والمؤذن فقط. أسأل الله الكريم أن يعلق قلوبنا ببيوته في الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ما دعا العبد ربه فهو يعلن اعترافه بحاجته وفقره إلى ربه ومولاه. والعاقل في الدعاء يكون شعاره الإخلاص لله عز وجل. نلوذ بباب من ندعوه فرضا، ونأمل أن نقرب من حبيبي. إذا نامت عيون الناس طرا، قرعنا الباب بالقلب الكئيب. هيا بنا أيها الأحبة الأكارم إلى فاصل من الابتهالات والأدعية والمدايح النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله في هذه الدعوة الغالية، دعوة طيبة من أهالي هذه البلدة الطيب أهلها، بلد القرآن، بلد القرآن. فضيلة مولانا وشيخنا وسيدنا صاحب المدرسة سيدنا الشيخ شعبان الصياد عليه رحمة الله، الذي من الله على مصرنا والعالم الإسلامي بهذا القارئ العلم رحمه الله بما قرأ. آمين آمين آمين. ولقد من الله على أهل قرية صراوة بأخوين عزيزين علي شخصيا، أخي وحبيبي فضيلة الشيخ عفيفي محروس من أعتز بصحبته، وسيدنا الشيخ حسان الشاذلي الشاب الواعد في مجال تلاوة القرآن الكريم. أسأل الله أن ينفع بهما. آمين آمين. أستاذ محمود حماد بيقول لي: أنت عارف أن بلدنا دي بلد سميعة، تحب تسمع القرآن وأهل القرآن والمديح في حضرة سيدنا النبي. وأنا جبت الأمسية دي عشان نفتتح بيت من بيوت الله، فما أجمل أن يحيي احتفالاتنا بالقرآن وبالمديح في حضرة سيدنا النبي الشفيع، فعطوا الأفواه والأرواح بالصلاة على الحبيب. لا كده القارئ أو المنشد ما يشتغلش لما تصلي عليه بصوت عالي. ها أسمع، صلى على سيدنا النبي. صلوات ربي وسلامه عليك يا
احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا وتولى أمرنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا الوصل يا ناشد الوصل خذ وصف الطريق له وجد فيها وجد فيها عسى تدنو من الحاكم. يا ناشد الوصل خذ وصف الطريق له وجد فيها عسى تدنو من الحكم. أمسك لسانك أمسك لسانك إلا من تذكره وبيتك الزم وبيتك الزم وبيتك الزم وجد بالدمع مثل دمي واقطع نهارك واقطع نهارك بالتقوى وقوم سهرك بعدك لربك في الأسحار منك واقطع نهارك بالتقوى وقم سحرا واقطع نهارك بالتقوى وقم سحرا فكم لربك في الأسحار من كرمي نادى وقد نزل الدنيا بلا شبه سبحانه عن صفات الخلق كلهم يا راغب النعم يا راهب النقم يا سائل الكرم ينهل كالديام إلي والي وعد غيري تولى وكن عبدي أصير لك الدنيا من الختم. يا رب لا نسمح صلى على سيدنا النبي. إسلامنا هو صانع الأبطال
جعل الشباب أئمة ورجالا إسلامنا إسلامنا هو صانع الأبطال جعل الشباب أئمة ورجالا لما تربوا في رحاب المصطفى لما تربوا في رحاب المصطفى لما تربوا في رحاب المصطفى عشقوا الطدار تحفة وكمالا لما تربوا في رحاب المصطفى لما تربوا في رحاب المصطفى لما تربوا في رحاب المصطفى عشق الطغارة عفة وكمالا ملأ القلوب ملأ القلوب ملأ القلوب محبة لرسولنا حتى بدا بعد النبي محالا هذا علي في فراش المصطفى صل عليه لا ما كملش لما اسمح صل عليه بصوت عالي هذا علي في فراش المصطفى ما غاب السيفان أو يخاف قتالا وأرى أسامة قائدا جيش الهدى بطلا وأرى أسامة قائدا جيش الهدى بطلا يخوض الحرب والأهوال هذا شباب هذا شباب هذا شباب يقتدي بمحمد ما ضل يوما في الهوى أولا هذا علي هذا علي في فراش المصطفى ما غاب سيفا أو يخاف قتالا وأرى أسامة قائدا
طلت وأرى أسامة قائدا جيش الهدى بطلت وأرى أسامة قائدا جيش الهدى بطلا يخوض الحرب والأهوال هذا الشباب يقتدي بمحمد هذا شباب يقتدي بمحمد لا لسه الناس نايمه الناس دي عايزه تتغدى يا عم الشيخ محمود فين الصلاه عليه هذا شباب يقتدي بمحمد ما ضل يوما في الهوى أو مال يا أسألك الهدى لشبابنا يا رب أسألك الهدى لشبابنا واحمي البلاد واحمي البلاد واحمي البلاد وأصلح الأحوال وامنن علينا وامنن علينا وامنن علينا بالرخاء وبالتقى زد مصر بين العالمين جمالا يا رسول الله لا نصلي بقى على سيدنا النبي نصلي على سيدنا النبي هنقول يا رب صل على محمد وارض اللهم عن آل محمد ها مين اللي هيصلي معي على سيدنا النبي من أعظم الأيام يوم الجمعة تعرض صلاتك على سيدنا رسول الله مين هيصلي معي على سيدنا النبي يا رب صل على محمد الله وارض اللهم عن آل محمد الله يا ربي على محمد الله وارض اللهم عن آل محمد انظر للهادي خير العباد الله فالنور بادي نور سيدنا محمد لا عايز الله تهز المكان انظر للهادي خير العباد فالنور بادي نور سيدنا محمد والفرح بطاقه الله من نال جاده والفرح بطاقه من نال جاده نفسي مناده رؤيه محمد يا ربي صل على محمد وارض اللهم عن ال محمد
يا ربي صلي الله وارض الله على عن آل محمد. انظر للخضرة وادخل في الحضرة وادخل في الذكرى ذكرى محمد. انظر للخضرة وادخل في الحضرة وادخل في الذكرى ذكرى محمد. انظر بالعين الله جد الحسنين انظر بالعين جد الحسنين طب انظر بالعين جد الحسنين صل الألفين على سيدنا محمد يا ربي صل على محمد وارض الله عن آل محمد. يا ربي صل الله وارض الله عن آل محمد. آل المدائح الله لهم روائح أهل المدائح لهم روائح وانظر الله احضر سيدنا محمد يا ربي صل على محمد وارض الله عن آل محمد. يا ربي صل على محمد وارض الله عن آل محمد. المسك فاح والنور لاح والقلب باح بحب محمد. المسك فاح والنور لاح والقلب باح بحب محمد. أهل المدائح الله لهم روائح أهل المدائح الله لهم روائح والنور لائح نور سيدنا محمد يا رب صل على محمد وارض الله عن آل محمد. يا رب صل على محمد وارض الله عن آل محمد. من نور أحمد جاء النور يهدينا قلبا وعقلا بنور الله يحيينا. بركتك يا سيدنا الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك يا سيدي الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قلت لك سميع سميع البلد سميع. من نور أحمد جاء النور يهدينا قلبا وعقلا بنور الله يحيينا. لولا سجدت لله جبهتنا لولا ما سجدت لله لولا
لولا لولا ما عرفت عقولنا دينا. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله كالشمس طلعته الله 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 كالبدر تشهده كالشمس طلعته كالبدر تشهده. انت لوحدك اللي بتقول الله ودول كلهم ما اسلموش يا مولانا. كالشمس طلعته لقد تابوا فتاب الله عليهم كالشمس طلعته الله 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 كالبدر تشهده الله كالنور بسمة روح الخلق أحلاها من لؤلؤ سنه كالبدر تشهده من لؤلؤ سنه كالبدر تشهده والله أكرمنا إذ خصه دينا باللين علمنا بالعفو بشرنا حبيبي باللين علمنا بالعفو بشرنا بشرى ترغبنا في حب نشيدنا والله وحدنا بالدين جمعنا الله 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 والله وحدنا الله بالدين جمعنا الله يا رب في غدنا وحد امانينا. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل عام انتم بخير. اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياض حبك وأذقنا حلاوة ودك وقربك اللهم أمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية الذي قدمه فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها من مسجد العفو الغفور في قرية صراوة مركز أشمون في محافظة المنوفية، حيث جئنا بدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. في الختام الشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي حيث كان معنا قارئا في هذا اللقاء، والشكر لفضيلة الدكتور أنور محمد الشهبة وكيل إدارة أوقاف أشمون حيث كان معنا متحدثا، والشكر لفضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد حيث كان معنا مبتهلا، الشكر للأخ المكرم الزميل محمود حماد والصحفي البارز الأخ أحمد كامل من أبناء قرية صراوة، الشكر لهؤلاء الشباب المسؤولين عن مناسبات قرية صراوة. أسأل الله الكريم
أن يهديهم خير هداية، وأن يجعلهم دائما في خدمة القرآن وأهل القرآن. في الختام هذه تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.